اخبارك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله. كريم راشد بن صالح بن مريش المعمري. من اين الاخ راشد؟ من فريق القادمون والعمل التطوعي. ما شاء الله. نعم. ما هي رسالتك من خلال هذه المشاركه؟ المشاركه نشجع الشباب من شان الرياضه. والرياضة مفيدة للشباب والشياب. نعم. اي والله. نصيحة تحب ان تقدمها للمشاركين؟ والله نصيحة يهتم بالرياضة. نعم. اهم شيء الرياضة. لان هذا الزمان الواحد لازم يكون انسان رياضي. نعم. اي والله. ايضا ما هي رسالتك للفريق المنظم؟ ماذا تقول لهؤلاء الاخوة من التنظيم؟ صراحة التنظيم شيء جيد. والحمد لله موفرين كل شيء من اي حاجه، من باصات، من مشرب، من اكل، ومن كل شيء الحمد لله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يخليك ان شاء الله. احسن ان شاء الله. الله يحفظك.